بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. معكم علي السهلاني وفيديو توضيحي لكيفية إنشاء شبكة الواي ماكس باستخدام برنامج الأوفنيت. هنالك عدد قليل من الفيديوهات التي تشرح برنامج الأوفنيت، إضافة عدد قليل من الكتب اللي يعطي شرح تفصيلي لكيفية إنشاء أي نوع من أنواع الشبكات. أيضا هيلب الماتلاب فقير، لا يحتوي على معلومات كافية، أغلبها مبهمة. فكرة السيناريو اللي راح ننشئ اليوم شباب هو مثل ما مبين بهذه الصورة. راح أعمل على نشر 4 base stations: base station number 1, base station number 2, base station number 3 and base station number 4. جميع هاي البيس ستيشن راح ترتبط عن طريق روتر. هذا الروتر راح يتم ربطه بسيرفر، طبعا السيرفر هنا ما موجود بصورة لكن راح نشوفه بالإعدادات. فكرة المشروع تتمحور حول الموبيل نود. هذا الموبيل نود راح يجري مكالمة صوتية Voice over Internet Protocol، راح ينطلق من البيس ستيشن نمبر 1، يمر بالبيس ستيشن نمبر 2، ثم البيس ستيشن نمبر 3، إلى أن يصل إلى البيس ستيشن نمبر 4. مثل ما تعرفون إخواني أنه كل عملية انتقال من خلية إلى خلية راح يكون هنالك هاند أوفر، مناولة للمكالمة. راح نشوف بالسيناريو اللي راح ننفذه ما هو تأثير الهاند أوفر في شبكة الواي ماكس. تعالوا ياي خلني ننفذ البرنامج خطوة خطوة. New project، project name project 5، okay next، size 10 كيلومتر ب 10 كيلومتر. technology اللي راح نستخدمه هو الواي ماكس ادفانس. نيكست فينش. الان هاي بيئة العمل. الخطوة الاولى اللي راح نسويها هو نشر شبكة واي ماكس تتكون من 4 سيلز. شكل خلية عندك، يا اما تختار هكساغون يا اما سكوير او تخليها بدون اطار محيط. احنا راح نخليها هكساغون. نمبر اوف سيل 4، سيل راديوس 1 كيلومتر. نشر الموبيل نود داخل السيل راح يكون راندوم، تقدر تتحكم به. نوع البيس ستيشن اللي راح نستخدمه هو واي ماكس بيس ستيشن روتر. نوع تيرمينال نود واي ماكس ورك ستيشن ادفانس، بس اذا تلاحظ عندي فيكسد وموبيل فراح اختار موبيل نود. نمبر اوف نودز كل خلية راح اختار نود واحد. نيكست. الآن هاي شبكة واي ماكس. راح أبقي موبيل نود واحد وأعمل على حذف بقية الموبيل نود. الآن ننشر بقية الأدوات اللي نحتاجها: أداة عمل التطبيقات، أداة عمل البروفايل. نجيب يمنا الموبيلتي كونفيجريشن والواي ماكس كونفيجريشن.
نحتاج بعد إلى سيرفر وروتر. الآن هذا الإيثرنت سيرفر. نحتاج روتر فور الآن هذا الروتر. راح أعمل على قص هذه التوصيلات بين الاي بي كلاود والبيس ستيشن. كنترول بلس اكس ديليت. اوكي الان كنترول بلس في عملية لصق للينك اللي قمت بقصه حتى اوصل بين البيس ستيشن الاول والروتر. ايضا كنترول في بلس في بيس ستيشن نمبر 2 يا الروتر. ايضا كنترول بلس في حتى نوصل البيس ستيشن رقم 3 مع الروتر. هنا بتوصل البيس ستيشن رقم 4. الان نحتاج الى ايثرنت كيبل حتى نربط الروتر مع السيرفر. اتوقع اني قابل وايرلس لان. هذا ايثرنت كيبل. الان انتهينا من تجميع اغلب العناصر اللي نحتاجها لشبكة واي ماكس المقترح. راح ننشئ، بما انه الموبيل نود اللي راح يتحرك عبر هاي الخلايا هو راح يجري مكالمة صوتية Voice over Internet Protocol، لذلك التطبيق اللي راح ننشئه هو الفويس. تطبيق واحد اسم التطبيق هو Voice over Internet Protocol. طبعاً هذا الابليكيشن. بالنسبة للبروفايل أيضاً بروفايل واحد راح ننشئ. اسم البروفايل هو الفويس أوفر إنترنت بروتوكول بروفايل. هذا البروفايل راح يدعم تطبيق واحد اللي هو تطبيق الفويس أوفر إنترنت بروتوكول. اوكي الان بعد ما انتهينا من عمل التطبيق وعمل البروفايل، الموبيليتي كونفيجريشن طبعا هذا جدا ضروري لان انا عندي موبيل راح يتحرك فضروري تواجده. وراح نشوف شلون هسه راح نسوي تراجكتوري للموبيل نود، مسار اللي سلكه عبر الخلايا. نجي للواي ماكس كونفيجريشن. سيرفيس كلاس اللي راح نشتغل عليه هو الجولد 0.5 و 0.5. الافيشنسي مود يجب ان يكون موبيليتي اند رينجينج انيبلد لانه عندنا نود متحرك. طبعا هنا عندك مجموعة من الامور او الاعدادات اللي تقدر تتحكم بها حسب نوع البحث اللي انت تدرسه. الآن نجي
الإعدادات اللي تتعلق بالواي ماكس بالنسبة للبيس ستيشن. نحدد كل البيس ستيشن من هاي إعدادات مشتركة راح تكون. بالنسبة للسيرفيس اللي راح يدعمنا هو الجولد. Apply to selected object. Okay. Yes. الآن انتهينا من الإعدادات المتعلقة بالبيس ستيشنز. صار لو نجي نتأكد انه الجميع يدعمن الجولد سيرفيس. نعم. اوكي. الان بقيت عندنا اعدادات الواي ماكس اللي متعلقة بالموبيل نود. Max parameters. كده ما راح نختار واحد. راح نختار تطبيق Gold. عندنا الدام الليك سيرفيس أيضا نعرفها. استخدام سيرفيس كلاس Gold بالنسبة للدام الليك. ايضا للابلينك راح نعرف جولد. اوكي. الان انتهينا من اعدادات الشبكة. حاليا هي الشبكة كواي ماكس مكتملة. اللي راح نسوي الان عمل تراجكتوري مسار سلك الموبيل نود عبر الخلايا. شوف topology define trajectory راح نسمي واي ماكس hand over number 10 define path. السبيد راح يكون 10 كيلومتر بير اور. راح يكون المسار بهاي الطريقة ايضا 10 كيلومتر. مدة البقاء الان عند الخلية راح يكون دقيقة واحدة. استمرار الخلية رقم 2. رقم 3. complete. نرجع للموبيل نود. نقول له المسار اللي راح تستخدمه هو واي ماكس هاند اوفر 10. اوكي. ماشي. طبعا هنا الموبيل نود راح يتحرك بسرعة مقدارها 10 كيلومتر بالساعة. ينطلق من البيس ستيشن الأول، يمر بالبيس ستيشن رقم 4، ثم البيس ستيشن رقم 3، إلى أن يصل إلى البيس ستيشن رقم 2. عند خروجه من البيس ستيشن رقم من السيل التابعة للبيس ستيشن رقم 1 ودخوله بالبيس ستيشن رقم 2، راح تكون عندي هنا عملية هاند أوفر. هنا هم عندي عملية هاند اوفر وهنا عملية هاند اوفر. اذا عندي ثلاث عمليات هاند اوفر راح يكون. هسه راح اجي اعرف التطبيق اللي يدعم هذا النود.
يدعم بروفايل اللي هو Voice Over Internet Protocol بروفايل. أوكي. طيلة فترة مسير الموبيل نود راح هو يكون يجري مكالمة صوتية مع السيرفر، إذن عملية الاتصال بصورة مباشرة راح تكون عن طريق السيرفر، لذلك هذا السيرفر راح يدعم جميع التطبيقات وبنفس الوقت يستخدم الفويس عبر الانترنت بروتوكول بروفايل. اوكي، الان الامور اللي يريد نحسبها راح تتعلق بالموبيل نود الفويس ابلكيشن، راح يحسب لنا الجتر الام او اس الترافيك ريسيف ترافيك سنت باكيت اند تو اند ديلي. اوكي، الان لو نجي نعمل رن للبرنامج ونشوف النتائج اللي راح نحصل عليها قبل لا نسوي رن، خلينا نشوف مدة زمن الرن اللي راح نسويه. طبعا راح يعتمد على الزمن اللي راح المسار اللي يتخذ الموبيل نود حتى يكمل مساره، فراح نجي كليك يمين Edit Trajectory، راح نجي نشوف الزمن الكلي اللي احنا نحتاجه هو عبارة عن 50 دقيقة و30 ثانية. اوكي، الان نجي نسوي رن، زمن التنفيذ هو 50 دقيقة. رن، بدأ عندي البرنامج ينفذ بدون مشاكل. الآن راح أوقف تسجيل الفيديو ومن ينتهي التنفيذ نرجع نستمر وياكم. شوف الران هو ينتهي. أوكي، انتهى البرنامج بدون مشاكل. لوز سالون، يجي نعرض النتائج View Results. نجي نشوف الترافيك ريسيفد ونقارنه بالترافيك سنت. خلينا ندمج شكليا، نرجع للسيناريو الرئيسي. المفروض شباب انا عندي مكالمة صوتية يجريها الموبيل نود مع السيرفر، لان انا عندي هنا فقط تو تيرمينالز نود، الموبيل نود والسيرفر. عملية الاتصال تتم بين الموبيل نود والسيرفر. المفروض نقطة انطلاق الموبيل نود هو يبدي بإجراء مكالمة صوتية مع السيرفر، وبنفس الوقت السيرفر يجيب الموبيل نود. المفروض هذه العملية تستمر طيلة مدة 53 دقيقة اللي هي زمن تنفيذ البرنامج. هسه لو نجي نعرض النتائج ايش راح نشوف؟ نشوف انه الكيرف باللون الاحمر هو الفويس سنت، انه الموبيل نود دي يستمر بارسال المعلومات طيلة فترة تنفيذ البرنامج، لكن لو نلاحظ الكيرف باللون الازرق اللي هو الترافيك ريسيفد هو اقل من زمن، يعني بمدة زمنية هي المفروض تستمر طيلة فترة تنفيذ البرنامج. شنو السبب؟ خلينا نجي نشوف نوضح لكم الفكرة بصورة أوضح. الآن الزمن صار واضح شباب. اللي صار شنو؟ اللي صار إنه هذا الموبيل نود بدأ بإجراء عملية صوتية، مكالمة صوتية، استمرت هذه المكالمة إلى أن وصل وعبر للخلية الثانية. من عبر للخلية الثانية صار عنده هاند أوفر، هنا تولدت عنده مشكلة، لذلك لما انتقل للخلية الثانية هو بقى يرسل ما عنده مشكلة لكن ما استلم. السبب في ذلك هو أنه فقد
الاي بي الخاص بي. لذلك الجزء الثاني من الفيديو راح يكون كيف نخلي العملية الصوتية مستمرة وما تأثر علينا عملية الهاند اوفر اللي يصير عند الانتقال من خلية الى اخرى.